يسعد صباحكم جميعا. نحن هنا في مطعم الشيف محمد علي طالبي الذي تركه وغادر نحو الطبيعة، غادر نحو الطبيعة الخلابة من أجل أعداد الأطباق الجميلة واللذيذة. محمد علي طالبي دالي أوت دور، هكذا يعرفه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف خطرت ببالك هذه الفكرة وهذه المغامرة؟ أولا صباح النور في كل أرجاء العالم العربي. الفكرة الحقيقة من زمن الكورونا، ربة ضارة نافعة، شنو يلزمني نعمل؟ دونك يلزمني نمشي نعمل حاجات أنا مغروم بها الحقيقة من قبل التصوير والميدان بتاعي هو الطبخ. دونك قلت علاش لا ما نمشوش نعمل محتوى المطبخ في الطبيعة. محتوى المطبخ في الطبيعة هو الشيء الذي اشتهر به دالي وغادر مطعمه من أجل أن يلاحق هذا الحلم. ما هي المصاعب التي اعترضتك محمد علي طالبي من أجل أن تؤسس دالي أوت دور وأن تترك المطعم الخاص بك وتترك الحرفاء وتترك الاستقرار والأريحية من أجل أن ربما تلاحق حلم فيه عديد المصاعب؟ الحقيقة هو الهدف الأولاني هو خلينا نعرفه بتونس والطبيعة الخلابة متاعها، فيها البحر، فيها الطبيعة بما تحمله الكلمة من معنى، الجبال، الصحراء. من غاديك جات الفكرة، قلت نمشي ونوريه للعالم سيرتو في الغرب المطبخ العربي اللي هو من ضمنه تونس. المصاعب كثيرة الحقيقة، تبدأ يزمك أنت تصور باش تستعمل النار اللي هي الموقد الطبيعي كما في القديم، وتحاول ترتجل ساعات، تبدا فما حاجه فما وفما حاجه ما فماش، دونك يصير فيما برشا ارتجال. الصعوبات وساعات تعترضك الحيوانات، منهم اخر حلقه في جبال عين دراهم تصورت معايا الثعلب. نعم، محمد علي طالبي كان في آخر هذه الحلقة كان برفقتي ثعلب. ثعلب اشتم رائحة الأكل فجاء متسللا من أجل أن يحظى ببعض الطعام، كذلك بعض الحيوانات الأخرى، وأحيانا للأسف اعتداءات بعض الناس الذين لا يتفهمون ربما خصوصية ما يقدمه محمد علي طالبي أو أوت دور عن طريق هذه النافذة التي ينقل منها صور لحقيقة جميلة وجميلة جدا عن تونس، ويبذل مجهود رائع ورائع جدا. حلمك بعد دالي أوت دور وهذه المغامرة الفريدة لنقل حتى في العالم العربي، ما هو حلمك محمد علي؟ الحلم خلينا نبدأ من تونس، نحاول نعرف تونس في جميع أنحاء سيرتو في الغرب، خلي ياخذوا فكرة على العالم العربي المطبخ في تونس. المطبخ خطر ما يكفيكش في القناة بتاعي على اليوتيوب دالي أوت دورز، نعملوا المطبخ التونسي بنسبة 50-40% ونحاول نعرفوا المطبخ اللي موجود في العالم العربي لأنه غني، موجود فيه الكثير. خلي الغرب يعرفوا ما هو المطبخ العربي بالأساس. بطبيعة أنا قاعد نسوق في المطبخ التونسي ونعمل زاد أطباق مغاربية، تونسية، ليبية، جزائرية، نمشيو للمشرق، السعودية، لبنان، ننتشروا، نحاولوا نعرفوا قد ما نجمو بالمطبخ العربي، خاطر كما قلت هو ثري وموجود فيه الكثير وعريق. أشكال الأطباق الحقيقة لذيذة ولذيذة جدا، رغم أنها أحيانا ربما صعبة التطبيق داخل المطاعم، فما بالك في الطبيعة وفي ربما ظروف مناخية قد تكون صعبة. هذه تجربة دالي أوت دور أو محمد علي طالبي الجميلة التي انطلقت من بين الجدران من هذا المطعم، مطعمه الخاص به، نحو الطبيعة. أعزائي، جميل، وإحنا بنتمنى له كل التوفيق للشيف محمد. شو براسه اليوم رح يعمل في أحضان الطبيعة؟ ما هو أول طبق سوف تنجزه في أحضان الطبيعة؟ ان شاء الله بحلول شهر رمضان ان شاء الله فما أطباق قاعدين نحذر فيهم. أول طبق الحقيقة سؤال ما تصورتوش، أما الأكثرية باش نعمل حاجة تخص رمضان، ما نعرفش أنه البلاد العربية اللي باش نعمل لها طبق. أما الأكثرية أني نحاول نعمل كسكسي. إذن سيكون طبق رمضاني بامتياز أعزائي في أحضان الطبيعة. شكرا جزيلا لكم أحلام العبدلي مراسلة صباح العربية والشيف محمد طالبي، شكرا.